مرحبا بكم مرة أخرى يا عم بوزين. يلا تبعونا. اليوم معنا الفنانين القديرين محبوب الغني عن التعريف وضيفه التونسي اللي يقدر يقدم لنا نفسه ويعطينا مباشرة ما هو دوره ووجوده في ولاية بسكرة اليوم. جود ولا جواد بين الخلان والهالة الواحد شوف بسكرة متمتعوا بالرجالة. مرحبا بكم في مدينة الزيدان. طبعا أنا لست غريبا على مدينة بسكرة ومعايا ضيف كريم لأول مرة يزور هذه المدينة، الممثل القدير والمخرج التونسي توفيق شيحة المعروف بالكاميرا كاشي، وعنده عدة أعمال من غير كاميرا كاشي، عنده ديسكاتش عنده كذا وإخراج. يخلي الكلمة له هو. مرحبا بيك، احنا نقول لك احنا الضيوف وانتم أهل الدهر. خير المتحدثين من حدث بما نفع، وخير السامعين من أخرز ما سمع. شكرا فنان القدير محبوب الغالي، أول مرة زيارتي إلى المدينة الجميلة، أول مرة نزورها وثالث مرة ندخل إلى الجزائر الغالية. ما حسيتش بروحي أني غريب، ما الغريب إلا الشيطان، وكما قال زميلي فنان قال لي أنا مولى الدار وأنت الضيف. أنا أقول لك في تونس أنت التونسي وأنا ضيف. مرحبا بكم وبالقناة هضاب، وشكرا على الانترفيو واللقاء الجميل. شكرا شكرا مرة أخرى إلى قناة الهضاب. زيارتي إلى الجزائر زيارة عمل عن بعض الأعمال إن شاء الله اللي باش تشوف النور، هو عمل جزائري تونسي مشترك. كذلك عن عمل مسرحي مع الأستاذ الحفيان إن شاء الله باش يشوف النور، وهو عمل موجه إلى الأطفال. هذا إلى بعض الأغاني اللي هي من كلماتي، ألحان زوز من الناس تواسى بالطبع. أداء الغناء باش يكون للفنان القدير محبوب محمد محبوب. مدينتكم مدينة راقية جدا. كليت شو اسمها الكليت هنا؟ شخشوخة. أيوة شخشوخة ذي بالحق. كل بلاد ورطالة بنينا برشا مطعم زيان نزل أحلوه برشا باب الصحراء. ما كنتش نتصورك. تفاجأت لأنه ما كانتش عندي الفكرة أنه الجزائر فيها مناطق سياحية. أنا نقول لو الجزائر تفتح أبوابها على أوروبا ممكن باي باي يا تونس، لأنه أنا مشيت لعنابة مشيت لتبسة شفت الجمال بتاع مدينة عنابة ومدينة تبسة. اليوم هاني بحذاكم في المدينة المزيانة بسكرة. بصراحة مهما اخترت من كلمات وأفرزت من معان تجدني عاجزا فعلا عن مدى وصفي لرحابة صدركم جمالها البلاد المزيانة، ولكم سيدي كذلك. نشكرك على الكلمة الراقية والطيبة، ونتمنى لك إقامة في الجزائر تكون عند حسن ظنك. أكيد. وإن شاء الله تكون عندك أعمال أخرى في على المجال الفكاهي والكاميرا الخفية خاصة. شكرا. بارك الله فيك. شكرا.